هاي بنات، اهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم رح شارك معكم تنظيف وترتيب المطبخ، لانه مطبخي كتير بحاجه للتعزيله هيك مرتبه. فهلا قلت قبل رمضان لازم اعمل له هيك تنظيف وتعزيل، بما انه كتير رح نستخدمه برمضان واصلا اوريدي رح يرجع يتوسخ، فلازم يعني ننظفه. وكمان بتوقع يعني بهالفتره قبل رمضان كل الناس عم تعزل وتنظف، فقلت كمان بصور لكم فيديو مشان شجعكم وتتحمسوا معي. اليوم رح ننظف كل شيء ورح نرتب وننظم. فبلشت الصبح اول شيء كالعاده بالغسيل، وعم بخلص هدول علب دواء الغسيل اللي عندي، لانه جايبه كرتونه مليانه وبدي بلش نظمهم بهيد المخزن، فقلت خليني خلص كمان كل العلب الباقي يعني. المهم طلعت المنظفات وبلشنا المعركة. اليوم رح ننتقم من المطبخ، رح ننظف كل شيء كل شيء كل شيء لازم يلمع. بلشت اول شيء بهاي الخزانة، هي اكتر شيء بكل المطبخ كان بدها تنظيف وترتيب، لانه في علب فضت وفي اشياء جديدة جبتهم، فكان لازم هيك ارجع نظمهم. هلا حتشوفوا جبت لهم فكرة منشان ما عاد خربت بيناتهم واعرف كل وحدة لشو. هلا حورجيكم. اكيد حفظتوها لهي الطابعة، يعني عن جد حللتها، ما تركت شيء بالبيت ما نظمته فيها، كل شيء بده لصاقات وليبل صار طبعته فيها. فالمرة الماضية نظمت فيها العاب البنات، وهلا قلت بستخدمها لهدول العلب. بالعادة انا لحتى انظم هاي الاشياء بروح انه على امازون وبشتري هاي الليبلز تكون جاهزة، واحيانا ما بيكون فيها مكتوب كل شيء لازمني، احيانا في شغلات ناقصة. فمن بعد ما اكتشفت هاي الطابعة والله تغيرت حياتي، صار كل شيء بالبيت نظمه فيها. فهدول من لما انتقلت لسه ما نظمتهم، لانه يعني صعب تلاقوا هاي الكلمات وهيك. فهلا كتبتهم كلياتهم الا الاشياء اللي عندي تبعون المونه وهيك، وهلا رح لزقهم عليهم. احلى شيء فيها انه كثير سهله، بتكتبوا اللي بدكم اياه وبثانيه بيصير عندكم ستيكر، انه فورا بتلزق، ما انه مجرد طابعه يعني. وكمان الحلو فيها انه ما بدها حبر، ترى ما بتشتغل على الحبر. خلصت هلا من هاي، رح سوي المايكروويف. اذا هيك المايكروويف عندكم في بقع او شيء وبدكم يصير تنظيفه سهل، بتحطوا له شويه مي، ورح نضيف للمي خل، وبعدها رح نحطها دقيقتين بالمايكروويف، فالبخار اللي بتطلعه بيساعد انه هاي البقع تنشال معكم بسرعه. وبهالاثناء لبين ما يصير المايكروويف رح بلش نزل البلور اللي هون منشان ننظف الخزانه. هلا حنظف المايكروويف، طلعت منه ريحة الخل، صارت ريحة المطبخ كلها خل. شوفوا هلا البخار اللي طلعه هذا كله رح يخلي تنظيف البقع أسهل. اوكي، أول شيء الصحن رح آخده وحطه بالجلاية، لأنه هيك رح أعمل هلا وجبة جلي بيلمع أكثر على الجلاية. شايفين كيف جوا من هلا لمع؟ يعني كثير كثير كان سهل مسحه. المايكروويف انا عندي في بقلبه شوايه، يعني هو جريل ومايكروويف مع بعض، لذلك مسحه من فوق شوي صعب، لانه هذا الحديد تبع الشوايه ما بينشال، فبعاني شوي من مسح السقف.
هلا حنسوي اكثر مكان بيتوسخ بالمطبخ اللي هو هون الشفاط، راح نسويه من هون ومن فوق. من فوق شايفه من عندي انه كثير في غبره، فاول شيء راح مسحه بهي تبع الاستخدام مره واحده مشان ما اوسخ كل الممسحات اللي عندي. شايفين قد ايه بيتجمع غبره هون، لانه هون مثل ظهر الخزن. وعلى فكره مو بس غبره، الاشياء كثير صعب مسحهم لانه بيطلع بخار الطبخ يعني، فهذا كله بخار بيكون فيه زيوت يعني. راح استخدم له هذا الداستي، هذا خاص للفرن والمايكروويف، كثير منيح للبقع. اوكي، هلا بعد ما شلنا كل الغبره المقرفه اللي كانت عليه، هلا بقى راح مسحه ولمعه. اوكي، هدول فكهم كثير سهل، شوفوا هيك، وانا كل فتره بنظفهم فما كثير متوسخين، بس هلا راح ارجع انظفهم بما انه عم اعزل المطبخ احسن. هاي الخزانة أنا كتير متشوقة أنظفها. كل شي شفتوه بالخزن قبل كان البارت السهل، لأنه كله صحون وكاسات، بس هلا هون وهون هدول الأشياء اللي بنحط فيهم سناكات وبهارات ومدري شو اللي بيتضمنوا الأكل. بس كان في أكل معناتها في شي بده يهر، في شي بده مسح، فهي هلا ضروري إنه أهم شي رتبها ونظفها. لازم كل فترة والتانية تراقبوا البهارات اللي عندكم وتشوفوا اذا ريحتها تغيرت او خلص صار لازم تتخلصوا منها. خاصة انا حاططهم بمطربانات، فما بعرف متى بيخلص وقتهم يعني. فيكم تعرفوا عن طريق ريحتهم، اذا حسيتوا الريحة تغيرت او الريحة ما طيبة لازم فورا تكبوهم. وكمان هلا فرصة وانا عم اكتب البهارات، بدي اقعد اكتب البهارات الناقصة عندي. بتتذكروا المرة الماضية وانا بجيب مقاضي رمضان نسيت جيب البهارات، هلا فرصة انه لازم اكتب كل الاشياء اللي ناقصتني واعمل ليستة مشان وقت اروح اعرف شو الاشياء اللي ناقصتني. هلا بعد ما خلصت كل الخزن العلوية عملت هيك فطور على السريع، مو فطور هو اللانش لانه صارت الساعة 12. فشوفوا هيك حضرت اشياء كتير سريعة من المطبخ، وعملت هاد البيض العيون انا كتير بحبه مع بصل وبندورة، يمكن صورت لكم طريقته كذا مرة، كتير طيب.
اوكي هلا هون تحت المجلى ما حطلعون ونظف لانه انا كل فتره ايدي فيه يعني كل فتره بنطفه وهيك فدوما مرتب. هاد خلص نظيف بس رح مسح هون. شوفوا هون جنب الجلاي احيانا بيطرش شوي فرح نمسح الخشب بس. وعندكم هي كمان الدعاسه تبع الاجرين، هي انا كل فتره بحطها بالغساله وبالنشافه. اذا عندكم نشافه بترجع كانه جديده لانه انا عندي اياها الوبر تبعها طويل، فاذا غسلتوها بس بالغساله بتحسوها خربت هيك بصير كله الوبر بيتجمع على بعضه، فالنشافه بتنشفها مثل السشوار فالوبر كله بيرجع جديد ما بيخصل ابدا. اوكي عندي هي الخزانه، هلا بدي فضي كل شيء بقلبها منشان مسح الرفوف لانه لي زمان ما مسحتهم، فرح طلع كل شيء. الطابقين اللي فيه على فكره بتعرفوا انا اول ما سكنت حطيت هاي اللي بتشتغل على البطاريه انه بس فتحت الخزانه بتشغل ضوء، فكتير كتير بحبها يعني هيك وقت بفتح بيكون في ضوء يعني. فهلا رح فضيهم ومسحها. هدول بنصحكم فيهم اذا عندكم طناجر تيفال وبتخافوا عليهم ينقحطوا، بتحطوهم بين الطناجر بحيث لما تحطوهم فوق بعض ما يصير لهم شيء. فانا هلا الطناجر عندي بالجلايه فلسه محلهم فاضي، بس شوفوا مثلا هاي مثلا حاططها بقلب هاي هيك ما بتقحطها ولا بتخربها، كثير كثير يعني ممتازين. هلا الفرن ما كتير وسخ لانه انا تقريبا كل يوم يعني بس اطبخ مجرد ما استخدمه بعمل له مسحه سريعه، كمان كتير وسخ فلذلك هيك رح امسحه بسرعه. بس هلا جوا الفرن هو يلي بده تنظيف، الي زمان يعني الي فتره منيحه ما مسحت جوا الفرن، هلا بس رح نشفه تنشيف لانه هذا الفرن اللي بيجي لونه سيلفر كتير بيبين عليه هيك اشارات التمسيح، لذلك لازم تنشفه، مع انه انا حسيته احلى من الابيض من ناحيه انه ما بيبين عليه الوسخ قد الابيض، يعني مثلا اذا هيك في نقطه سوداء صغيره ما بتبين بالسيلفر. بس بفرني الابيض كان كل شيء ببين كل شيء بالمستقبل اذا رح اشتري رح ارجع اجيب سيلفر. اول مسحه للفرن بحب امسح بمحارم منشان نشيل اذا في زيوت او هيك بسرعه وبعدها بنبلش ننظفه مثل العاده. فهلا بكون في كثير شغلات هيك علقانه ما بدنا اياهم. اوكي هذا الشيء لو اجى على المماسح اللي عم بمسح فيهم كان خربهم وما كانوا نطفوا بحياتهم، لذلك دوما الاشياء اللي كثير وسخه بحب امسحها اول شيء بمحرمه. هلا اذا عندكم دهون علقانه او هيك، هي دوما بحكي لكم عنها يمكن بكل فيديوهاتي التنظيف بحكي لكم انه هي ما بقدر بلاها للفرن. شوفوا اذا في عندكم هيك نقط سوداء هي ما بتروح لو شو ما عملتوا، حصرا بتكون هي خاصه للزجاج. مثل الشفرة هيك الصغيرة شوفوا بتعملوا هيك بتشيل كل شيء فهي بقى على الزيوت وهيك ما بتطلع غير فيها. اوكي هون شوفوا بين هاد وبين الباب هيك بينزل شغلات وبيعلقوا، وانا عندي هاد الفرن يعني ما في طريقة يطلعوا فيها غير انه هيك بدخل محرمة لحتى شيلون فيها. شوفوا اوكي واخيرا يا جماعه كثير تعبت والله كثير تعبني المطبخ، بس ضل اخر شيء اللي رح نختم فيه رح نسوي المجلى والبلاطه، بعدها هيك بكون كل شيء صار عم بيلمع. فهلا شوفوا عندي المجلى هون هي كثير بتصفر، هلا بدي ورجيكم خلطتي السحريه اللي بتخليها ترجع جديده. هلا احفظوا هاي الصوره منيح، رح احط لكم صوره شلون لونها قبل وشلون رح يصير لونها بعد. اول شيء بحب احط لها هاد الفيم، رح احط لها اياه هيك عليها وخليها تنتقع شوي، وبحط لك كمان جيف هيك، وبحط لك كل المجلى جيف منشان افركه، وراح احط كمان دواء جلي. هلا كل شيء راح يصير يلمع، وهي بتركها لاخر شيء مشان تنتقع قدر الامكان. هلا بنبلش نفركها هيك بالفرشاي، لازم نفرك اللي تحتها كمان.
اوكي اول شيء شوفوا هاي شلون رجعت جديده وبيضه وعم تلمع، وهاي هي المفاجاه ترو. والله هلا بدي احكي لكم بالمونتاج قبل وبعد، شوفوا كيف اختلف اللون، رجعت كانه هلا اشتريته المطبخ. دوما استخدموا هدول الاثنين مع بعض لهي الاشياء، البلوعه المعدن عن جد رائعين. واحلى شيء بحب اعمله بس خلص تنظيف المطبخ، يعني هذا دوما بعمله هذا الشيء اللي هو حتى بعد الطبخه، يعني مو بس وقت التنظيف، اللي هو بحب شغل هذا الديفيوزر بيطلع ريحه كثير حلوه. بحط له زيت عطري اسينشال اويل، هذا جبته من الروزمان كثير كثير ريحته طيبه، ريحته فواكه. اوكي بتحطوا هيك كم نقطه وفيكم تعيروه مثلا اذا بدكم ساعه ساعه ونص، او تتركوه يشتغل لتخلص المي. انا بحب احط الساعة ونص ساعة وثلث هيك، وبعد بشغل الضو وبس. كمان بحب شغل شموع، شوفوا هاي رح تخلص كتير ريحتها طيبة بعد التنظيف والطبخ، كتير بيعطوا ريحة حلوة للبيت. الشغلة اخيرا نسيت امسحها واللي هي هاي السلة. على فكرة كتار منكم قالوا لي وقت اشتريتها انه لا تاخذي هذا اللون الالومنيوم السيلفر لانه بيطبع، بس انا وقت اخذتها كان مكتوب عليها انه سمادج بروف انه ما بتطبع. طبعا دوما انا هاي الشغلات اللي بكون بقرف منها بستخدم المحارم تبع المطبخ، المناديل المعطرة، ما بستخدم المماسح تبعي انه بحسهم يعني مقرفين. اوكي هاي رح اخذها على الغسيل وبس تطلع رح اورجيكم كيف رح يطلع شكلها. شوفوا هلا قديش مبينة قديمة. تعب بالتنظيف صار بدها تدوش، بس قبل بدي اورجيكم شغله وصلتني، نازلين ارواج جديده كثير كثير حلوه. هن من قبل هدول، لحظه اورجيكم، كانوا منزلين منهم هاي اللي هي المات، هدول غيرها، هدول اللي نازلين جديد صايرين الوانهم شاين، يعني هدول بيلمعوا. بس انا اللي عجبني فيهم الباكج تبعهم كثير كثير كيوت. تعالوا نجرب لون واحد منهم لانه انا لسه ما فتحتهم، وبعدها ان شاء الله بلكي بكره رح اعمل معكم فيديوهات نجربهم مع بعض ونشوف شو احلى الوانهم. هلا ما بعرف، سحبت لون عشوائي هذا اسمه هايكي، شايفين اللمعه شلون من قبل ما افتحه مبين عم يلمع. واو اللون كتير حلو، طبعا ما بده ستايل البيجاما. كتير كتير لمعته حلو، يعني اول مره بشوف انه لبستيك بيكون هيك بيلمع مثل الجلوس. فتابعوني على انستغرام وعلى سناب شات، هنيك رح نزل لكم ريفيوهات وجرب معكم كل الالوان. امبارح كمان كنت بالسوق فجبت هاد ولسه ما فتحته بصراحه، فقلت مع انه هلا قاعده وقاعده معكم بنعم هذا الجلد اللي على اطراف الاظافر، فتعالوا نجربه مع بعض. شكله مثل القلم، شوفوا شكله كيف، كثير شكله غريب وما بعرف كيف المفروض نحطه هيك، يعني لازم تحطوه وتضغطوا شوي بينزل هيك كميه شوي من الزيت على الظفر. بالعاده بستخدم هاد من اسي، هذا كتير حلو. شوف كيف بعمل، بحط هيك كمية من الزيت حوالين الضفر هيك، وبعد ما تحطوها بتفركوها هيك، فهيك كتير كتير بينعم حوالين الضفر. بس هاد ما بعرف حسيت كتير بينزل كمية قليلة، فشكلي ما حبيته كتير، توقعت يكون اقوى من هيك. استفيدوا من تجربتي ولا تجيبوا. جيبوا زيت الاظافر يلي بيكون هيك شكله من اي براند بيكون اقوى. اوكي شوفوا هلا طلعت من الغسالة، بدي اورجيكم شكلها كيف تطلع من الغسالة. بحسوها خربت، انا اول مرة غسلتها قلتوا لي خلص خربت صارت للكب، بس هلا مجرد ما تفوت على النشافة بترجع كأنه جديدة، لانه هدول هيك المخصلين خلص بيصيروا هيك بيرجعوا بصيروا فرو. اوكي وهلا طلعت من النشافة، شوفوا كيف رجعت جديدة، هدول اللي كانوا كلهم مخصلين خلص اختفوا ورجعت هيك مثل الفرو الطبيعي. يعني يا سلام والله كأنه هلا اشتريتها.
امبارح كنا عند دكتور الاسنان، ومو امبارح من يومين، فكان عندهم بالعياده نفسها الطاوله حاطينها للاطفال وحاطين لهم بقلبها الليجو. انا كثير حبيت الفكره، قلت ليش ما بستخدم وحده من هدول الصناديق للليجو، لانه شوفوا انا شو كنت حاطه. كنت بتنيناتهم حاطه انه دفاتر والوان، قررت اقلد العياده وحط هون كمان الليجو. كثير كثير حسيت الفكره حلوه، لانه هون مثل سله هي صايره، فحطيت لهم هذا الليجو المغناطيس عرفتوه، فهيك بصيروا بيلعبوا فيه اكثر. ما المره الماضيه رتبت معكم هاي اللي فيها الاكتيفيتيز، فهلا كنت هيك عم بنكش بشوف شو في شيء خرج نعمله. هلا طلعت لهم هاي وهلا رح نعملها مع بعض. شو بدك بيرلا انت؟ هاي بلندر. ليش بلندر انا؟ لانه هاي كمان خيطها، خيطها شو بالبلندر، شو فيها دنكك خروم؟ لان رود بدي، لان انا خبت كثير رود. بدك بلاو؟ انا خبت ماما، انا خبت purple و pink و rose. يا انا ساعد بيرلا، لا تخليني ساعدين ماما. ما بدك ساعدك؟ تعال اقرب لك الكرسي. برافو بيرلا. لا 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 استني، اول شيء هاي بعد تدخليها هيك. خذ خذ كلها كلها تحبيها كلها كلها. يلا هلا دخليها هون. اوكي شو سويت انا؟ خد هيك، خد ساعدوني ماما. سو اليوم قضيت الوقت كل اليوم عم نظف المطبخ، فحسيت ما كثير قعدت مع بناتي وهيك عملنا فعاليه مع بعض، لذلك طلعت من هذا صندوق الاكتيفيتيز هاي وقعدنا نعملها مع بعض، وكثير كثير فرحوا عليها. وكانت ميلا عم تقول انه هن اصلا بالروضه عملوا لهم اياها هاي الفعاليه، اظن هي احد نشاطات مونتيسوري، فحتى فيكم تعملوها بالبيت. يعني هي مجرد هدول رباطات الاحذيه مع كرتونه مثقبه. انا وميلا وبيرلا حنكمل نشاطنا وسهرتنا مع بعض، وضل شوي كمان على روتين المساء لحتى يناموا. المهم حابه اختم معكم الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون حمستكم. تابعوني على سناب شات حتى دوما تشوفوا فلوجات كل يوم بيومه. بحبكم كثير وبشوفكم الفيديو الجاي.